بتعملها الانطوي انطوي وخارج بسام في منتهى الخطوره. عبد الله السعيد عايز يحطها في المرمى، ممكن جول جول جول. يا سلام يا سعيد، يوم سعيد لعبد الله السعيد، جون حلو حلو حلو. 1-0 للنادي الاهلي، حطها الراجل ايه اكنها هديه جايه من السماء. 1 للاهلي عبد الله السعيد، انما طلع بسام اول مره والخطا بعد التالق الكبير مع المدافعين. الاهلي يفك تماما الاشتباك الدفاعي بعد حاله السيطره لعيبه الابيض في وسط ملعبهم على مستوى الرقابه، ومنعوا اهداف كتير عن طريق محمد بسام. انما شوف اول مره خروج بسام اهو اللي ادى الفرصه لعبد الله السعيد يسقطها، جون حلو حلو، ومحمد بسام ما يقدرش يعمل لها اي حاجه. 1-0 للنادي الاهلي، اول اهداف الموسم بامضاء عبد الله السعيد بعد جونين في السوبر من ركلتين جزاء وست اهداف في موسم منقضي 2014 2015. 1-0 للاهلي الافضل على مستوى اللعب الهجومي، وطلائع الجيش قلت اللي كان بيدافع بكل خطوطه، وكتر الضغط هو اللي بيولد الاخطاء دايما اللي بنتكلم عليها. احمد عيد عبد الملك لمحمد اشرف، هل هيطور بقى ويغير من اداؤه الهجومي الكابتن طارق يحيى اللي عنده على الدكه بره حسن يوسف